ثمانية تسعة عشرة أحد عشرة اثناشر. شهيرة شرشر، ناوليني إزازة مية من التلاجة. 49 ما اقدرش اقعد على التمرين، هاتها انت يا شريف. طيب الله اديني اتنيلت وقع. انت ما عندكيش ريحه الذوق ولا الانسانيه. لا 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 مش كده، خليك ذوق حنين عاطفي. انت بتزعق بتقول ايه؟ ولا حاجة حياتي، كنت عايزك تيجي تضحكي عليا لما وقعت. منظري عاطفي جدا. ستة وتسعين شرشر زي القميص مقطوع وحيته خياطه. انت عبال ما اخلص اي 98 ومال اخيطه 99. احنا لازم نساعد بعض. مية اي مش هتحضر لنا الفطار بقى؟ انا هاخد دش. جهزه انت يا حبيبي والنبي. ها او ماله حياتي اجهزه. ما عندكيش غسيل كمان اخده فمين بالمره؟ ما تحرمش منك. وانا عارف على كل حاجه بنفسي. امسك اعصابك خليك رقيق لطيف ظريف. حاضر يا سي احمد، اما نشوف اخرتها. نعيم انا روحي. اتفضلي. بالهنا والشفا. ايه الرئه دي كلها؟ ما تقعد. الحب ينطق الحجر وانا كنت حجر، ولا مفيش داعي نجيب سيره الحجر دي. المهم انا بحبك. يعني مش هتزعل مني لو قلت لك؟ لا 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 ابدا ابدا. ايه اللي هيزعلني؟ مش استنى لما تسمع اللي هقوله. هتقولي ايه يعني؟ هتتعبي نفسك ليه؟ الشفاف دي ما اتخلقتش للكلام، دي اتعملت مخصوص علشان شريف انا مسافره. ترجع بالسلامه يا حبي. دول 15 يوم. نعم هسافر طوكيو اليابان. طوكيو؟ وتسافري ليه طوكيو؟ تطلع بنت مين في طوكيو؟ ما تتصورش انا فرحت قد ايه لما اختاروني انا بالذات، ده يعتبر نجاح ليا. وانا هستفيد ايه؟ هو انت مش جوزي ويهمك مصلحتي؟ ومصلحتي انا؟ مين هيخدمني؟ هو انت متجوزني عشان اخدمك؟ لا يا استاذ، الكلام ده كان ايام جدي وجدك، لكن دلوقتي انا بشتغل زيك ومسؤوليتي اكبر من مسؤوليتك. ويا سافر يا اتطلق. مش هطلقي ومش هسافر. مش هسافر. خليك رقيق ظريف لطيف يا شيخ. اتنيل انت راخر. ماما ماما حد في الدنيا يزعل عشان مراته مسافره اليابان؟ عز الطلب اهو. انت عامل زي اللي جايله خير ويقول يا رب نجيني منه. يا احمد انا مش زيك، انت تعرف بدل الواحده 1000، لكن شهيره مراتي هي كل ممتلكاتي. ممتلكاتك؟ طب ما تأجر. يأجر؟ يأجر ايه؟ هو متجوز بسكليتة؟ مالها البسكليتة؟ اهي رياضة تربي العضل، تريح الأعصاب وتهديها. دي خيانة. أنت فاهمنا إن أنا زيك دايرين على حل شعرنا؟ يا سيدي حبيت جراشة عندك، مش مراتك مسافرة والجراش فاضي؟ أنا اللي يمكن أدخل بيت جراثيم زي دي. بلاش، نأجر شقة. أنا لا يمكن أوافق على حاجة زي دي إلا إذا الشريف وافق. أنا موافق. وأنا موافق. لكن هنلاقي شقة فين؟ ده السكن دلوقتي نار. نص تحسين هيتصرف. لا لا لا، بلاش الراجل ده. ده بيبرم البلد طول النهار، وأكيد يعرف المستخبي. تعالى يا أسطى حسين. فكري، أنا خايف. وأنا كمان خايف. جمد قلبك أنت وهو،
حياتكم لازم يبقى فيها تغيير. فلفل شطه حياتكم غلط. مرحب. اقعد يا استاذ حسين. العفو بيه. قول لي مبروك يا احمد. مبروك يا احمد. لا 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 لا، انا اقول احمد انت تقول احمد بيه. قول مبروك يا احمد بيه. انا خلاص هتجوز. يا الف نهار ابيض، ده الجواز نص الدين والشقه النص التاني. واهل العروسه المغفلين مصممين ان بنتهم لازم تتجوز في شقه ولو مفروشه. همتك معانا بقى تدور لنا على شقه يا حسين. ويا بخت ما نوفق راسين في الحلال. لا ده انا ابن حلال قوي قوي. هتشيل النص سكر يا سكر انت. كله هيضرب جرس عجل. النبي انا مش هدفع الشاي ده. ايه رايكم بقى في الصالون؟ وده المطبخ. وده الحمام. ده بقى الجراج. شقة حلوة بس غالية. ليه؟ ده كل واحد فينا بيدفع على القهوة أكتر من 10 جنيه اللي هيدفعهم هنا. أيوة بس أنا بدفعهم من مصروف كل يوم اللي بتديهولي مراتي. وأنا كمان، المشكلة عندي أجيبهم مجمدين إزاي؟ أقول إيه لمراتي وأنا بديها المهاية أول الشهر؟ ده مرة خليت ناكلوا الشارع بيتنا عشان وقع مني شيلي. طب اسمعوا، مش كل واحد فينا جاي له علاوة أول الشهر؟ آه 7 جنيه. سكوا عليهم، وبقولوا كمان الأوفر تايم اتلغى. صح؟ لا، أنا مش موافق. بصراحة مفيش حد في عيلتنا بيكذب على مراته. انت هتفلقولي ليه؟ أنا ماشي. استنى بس يا أخي. ما توافق ما تبقاش غبي. طيب زي بعض. بس يكون في علمكم، لو رحت النار عشان كذبت هقول إنكم كنت معايا. من غير ما تقول هتلاقيني هناك. اتفقنا. من بكرة الصبح كل واحد هيستلم المفتاح. أنا بقى هاخد السبت والحد. لا، الحد مراتي عندها حصتين إضافي. ممكن استغلهم. يوم الخميس ما حدش يهوب ناحيته، انا بستعد له طول الاسبوع. هو الخميس عندكم يوافق التلات عندنا؟ انا اللي هروح. روح فين يا فكري؟ نروح النار يا سياده المدير. عايز يا فندم نروح الجمعيه يا فندم. جمعيه ايه؟ جمعيه مكافحه الرذيله يا فندم. احنا اعضاء هناك. يا ريت تشترك معانا في الرذيله في الجمعيه يا فندم. يا ريت يا ابني. البركه فيكم. اديني يا فكري بيان بالسيوله النقديه اللي عندك. دقيقه واحده تكون جاهزه. قلنا بالميزانيه بتاعت فبراير. طيب يا فندم، اتفضل يا سعاده البيه. الموجود في الخزنه حاليا لحد الساعه 12 و12 دقيقه و12 ثانيه حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، وعلى حضرات المديرين خارجها مراعاه فروق التوقيت. اتفضل يا سعاده البيه. فكري انا معجب بيك جدا وبنشاطك وبهمتك. الله يخليك يا فندم. ايه ده؟ دوسيه كلمات متقاطعة مش كده؟ أيوة بيه بس. ومين بيحلها؟ أنا يا فندم. عظيم. طبعا حليت مسابقة النهاردة. أيوة يا فندم. تقدر تقول لي اسم مغني فرنساوي بيلبس بدلة رمادي وبيلبس نظارة؟ مغني فرنساوي مغني شوكوكو شوكوكو. أصلي مش عارف أحل المسابقة دي من الصبح. احنا خلاص رتبنا الجراج. نعم. ناقص بقى الموبيليا. نعم. حد قالك انها دلاله؟ لا ما اقصدش يعني، بس انت خبير قديم في العفش. يا سيدي العفش مال الشوارع. انت تنقي اي كنبه تعجبك، الزق لها، البد لها. بجد؟ تسيبهاش الا لما تميل دماغها. طيب. ازاي يعني احمد؟ ايه؟ يعني الواحد يقول لها ايه؟ يقول لها يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. بس كده؟ ما قل ودل، بس البد. بسيطة. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. دي سهلة قوي. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. انت وبعدين معاك عايز مني ايه بالظبط؟ نشرب شاي ونحبس بشيش. انت ما تستاهلش اني ارد عليك، هخلي اللي من مقامك يتفاهم معاك. جمعة؟ فيزيكالي جمعة. هو ده جمعة؟ يلا ما تسيبوش قدو. يا خرابي.
صح. اسمه ايه؟ كريمة. قصدي كريم. ما تاخذنيش يا سعادة البيه. اتلخبط. اعصابي تعبت. احجزوا عسكري لغاية ما اتحرى عنه. ولزومه ايه التحري يا سعادة البيه؟ مش سيادتك شفت البطاقة؟ جايز مزورة. لازم نسأل عنك في الشغل. لا. الشغل بلاش. هتفضح. ده انا راجل محترم. ده انا عندي شقة. المفتاح هو يا سعادة البيه. قبضت على حرام الشنطة يا سعادة البيه. الحمد لله. بذمتك يا سعادة البيه انت تعرفني؟ ابوس ايدك اتكلم. سيادتك شفتيني قبل كده؟ ما شرفتش. يعني ما تعرفوش؟ لا بيه. براء. مفيش داعي لموظف محترم يتسكع في الشارع بالليل. اسفين يا استاذ. حصل خير. خير قوي. سلام عليكم. سعيده. سعيده يا سعاده البيه. الله، ايه اللي صحاك بدري كده؟ صحاني؟ اصل عندي جرد في الخزنه. طب حضر لي الفطار قبل ما تنزل. انزل دلوقتي؟ الا انت مش لبست هدومك خلاص؟ فعلا لبست هدومي خلاص. السلام عليكم. صباح الخير يا بيه. انت دخلت ازاي؟ ما هي الست مدياني مفتاح قبل ما تسافر. انا قلقت حضرتك؟ لا ابدا يا معبدو، بالعكس ده انا مبسوط قوي انك جيتي. خدمتك يا سي شريف. بقول ايه، في واحد صاحبي عايش لوحده ومحتاج لواحده تغسل له هدومه، تروحي؟ لا يا بيه، انا ما اروحش عند عزاب. خايفه من ايه؟ ما انا هروح معاكي. اصلي يا سي شريف انا جوزي بيغير عليا. هيغير عليكي من واحد عجوز مكحكح عنده 60 سنه؟ يلا يلا البسي وتعالي معايا. ما اقدرش، مش فاضيه غير يوم الحد. ما ينفعش السبت؟ الاثنين؟ لا يا سي شريف، عندي مواعيد، ما اقدرش. حتى انت يا ام عبدو عامله جدول؟ يا صباح الخير. ظهر حضرتك سيرت ساره جامده قوي. ايوه في الاسم. اسم؟ ايوه في الاسم، اسم الحسابات يعني. براجع الميزانيه، بحقق وادقق. فضلت احقق وادقق لما تهد حيلي. مالناش علاوه بقى في الموضوع ده؟ علاوه في الموضوع ده؟ عشان خاطر احمد، خد انت السبت والاثنين وادينا الحد. سوري، الحد عندي ميعاد مع واحده انجليزيه. كداب، الانجليز بيقفلوا يوم الحد. صح، بس بيفتحوا لي مخصوص. اخص عليك، اخص، ما تحاولش تعرفني بعد كده. اقطع صلتك بيا نهائيا. اخص اخص. تشرب حاجه يا بيه؟ هات لي زفت. حاضر، اجيبه لك مغلي. اللي تجيبه. يلا. اعتبره خلوه عن يوم الحد. هات اخوه. مفيش غيره. عشان خاطرك بس. الله يخليك يا احمد. سبحان مغير الاحوال. او كده الزماله، او كده الصداقه. زفت ده بتاعي انا. ده زفت بحقيقي. تعالى يا معلم، خش. تعالى ما تخافيش. خش يا معلم. تعالى. امال فين اسم الله عليه صاحبك؟ ما هو انا صاحبي يا ام عبده. انت؟ ام عبده، انا بصراحة جايبك هنا عشان اعترف لك بسر خطير، سر كاتم على نفسي، معذبني. ام عبده، انا بحبك يا ام عبده. بتحبني؟ ومراتك؟ انت زي القمر.
ما هو عشق ال عشق عشق الروح ملوش اخر يا ام عبده، لكن عشق الجسد فاني فاني. ابعد عني يا راجل انت، صوت ولم الجيران. ام عبده وطي صوتك، وطي صوتك، ايه اللي هتعدميه؟ خدي خدي. عشان ايه ده؟ انا ما غسلتش يد العادي. اعتبريه حق التاكس، وما فيش داعي مراتي تعرف اللي حصل. وانا هوريكوا وشي بعد كده، حد الله بيني وبينكم.